فردوس أرضي، الحدائق الكلاسيكية في سوزو. تقع حديقة سوزو على طول الحوض الأسفل لنهر يانغتسي، ولها تاريخ يمتد على 2500 سنة. تتخللها شلالات كثيرة، واحتفظت شوارعها بجمالها التقليدي. أطلق ماركو بولو على سوزو اسم بندقية الشرق عندما دخلها في القرن الثالث عشر. أنشئت الحدائق الكثيرة من قبل بيروقراطيين وسياسيين متقاعدين من سلالتي مينغ وكينغ. وتوجد حديقة الحاكم المتواضع التي تعد إحدى أكثر الحدائق الصينية شهرة داخل سور المدينة القديمة، وقد تم تصميمها على أساس أسطورة شي تاو يوان أو يوتوبيا. في أحد الأيام ظل صياد سمك طريقه ووصل أمام صخر، وكان هذا الصخر مدخلاً إلى مغارة صغيرة بالكاد يستطيع شخص واحد دخولها. وعندما وصل إلى الجانب الآخر وجد عالماً مختلفاً تماماً يتكون من بحيرات جميلة ونباتات خضراء، عالم بعيد عن طبقة الموظفين. تلك كانت يوتوبيا. تنطوي الحديقة على أفكار مختلفة تشمل التقنية الهندسية المعروفة باسم جيجن، أو المشهد المستعار من بعيد المصمم للاستخدام الأمثل لمساحة محدودة عن طريق التركيز على معالم بعيدة. إنها تقنية لوجينغ التي يرى الناس بواسطتها الحديقة من خلال نافذة على شكل زهرة. فهل هي صورة معلقة على حائط المنزل الصيفي؟ كلا، لقد تم في الواقع تصميم ذلك للتمتع بجمال الفصول الأربعة من خلال النافذة وكأنها مرسومة. أنجزت فيلا الجبل بجمال مطوق في القرن الثامن عشر في عهد سلالة الكينغ. استخدمت لبنائها حجارة من أعماق البحيرة وهي تشبه قمم الجبل الصخري. تم توثيق الصخور ببعضها عن طريق استخدام عجين الأرز اللزج وشرائط حريرية. صمم هذا الصرح جول يانغ البارع في هذا المجال، والذي قال: إن الجمع بين صخور مختلفة الأحجام والأشكال لصنع قطعة واحدة متوازنة من شأنه أن يجعل هذه القطعة تتحمل أي صدمة والبقاء آلاف من السنين. شكلت الحديقة يوتوبيا، وكان المثقفون الصينيون يبحثون فيها عن هدوء النفس، وهي تتميز بالتوق الجمالي إلى الانسجام الكامل بين الجمال الذي يصنعه الإنسان والطبيعة.